مرحبا بكم الناس الكل، تحية ليكم في لايف جديد. كالعادة كما استنستنا في أيام الحجر الصحي، كل يوم يكون بحضانا بنلعب من الكوارجي اللي تحبوهم وتحبوا تسمعوا كل جديدهم وأخبارهم، خاصة في الفترة الصعيبة هذه متاع الكورونا. أكيد كما البارح كان بحضانا لاعب سابق للسي اس اس فراس شوات، اليوم باش يكون معانا لاعب سابق للنادي الافريقي والسي اس اس ايضا تيجاني بالعيد. بالطبيعه كما تعرفوا الناس الكل، لاعب عطاه برشا للكلوب، لعب في جمعيات كبيره، خاصه يمكن الوحيد لعب في جمعيه كبيره في ايطاليا في الكالتشيو، لعب في الانتر ميلانو. تيجاني بالعيد بعد شويه باش يكون بحضانا ان شاء الله، لاعب دولي سابق. كيف كيف غدوه استناو موعد ايضا مع اسامه الحدادي، لاعب سابق للنادي الافريقي، لاعب قاسم باشا التركي، حاليا باش يكون ضيفنا غدوة، يحكي على مسيرته، خروجه من ديجون، خروجه من السعودية والمنتخب الوطني التونسي وبطولة العالم وعديد المواضيع الأخرى. تخليوا الأسئلة نتاعكم كالعادة نوصلوها لأسامة الحدادي، كان تحبوا تحكيوا معاه. بالنسبة للانترفيو البارح نتاع فراس شوات، هبط 6:30 تقريبا عشان يوتيوب، تنجموا تشوفوه عشان يوتيوب، ديجا هبط 6:30. شين يوتيوب تلقاو اليوم تاعها الكونت انستغرام، تعملوا ابوني كونت انستغرام، ابوني شين يوتيوب، وتلقاو كل الحوارات اللي نعملو فيها في الشين يوتيوب متاعنا. بالنسبة للحوار اليوم ان شاء الله مع تجاني بالعيد تلقاها غدوة، يعني كما الحوار تلقاها متاع اليوم يبدأ غدوة. بعد شوية كما تعودتوا اكيد دقيقة تقريبا نكون بحضنا تجاني بالعيد، نحكيو معها جديد ونوصلوا الاسئلة اللي كانت بكثافة الحقيقة، نوصلوا له وسألتوني ليه باش نوصل الاسئلة هذا ان شاء الله لتجاني بالعيد. مرحبا بكم الناس الكل اللي يتفرجوا فينا، نسلم عليكم واحد واحد. ضيف الليلة تيجيني بالعيد اللي يسأل على انترفيو برمضان، ديما نعاودها ونقولها، الانترفيو متاع برمضان صارت مشكلة في الكونيكسيون، منجموش نسجلوه الحوار مع بن رمضان. اكيد بعض اللحظات باش يكون بحثنا تجاني بالعيد، ما عرفش تجاني كان دخلت ولا مازال ما دخلتش، ما يصيرش نجمو نبداو. جوار من ليتوال، كان بحثنا زبير بيا من ليتوال، ونحاول ان شاء الله نجيبو الملاعبين اللي تحبوا عليهم ان شاء الله الكل من ليتوال، نحاول نجيبو شكون من الجمعيات الكل اكيد باش يكونوا بحثنا من ليتوال ومن من ليكيبات الكل بتاعنا. اياك تشوف معاش نجمين خويا، ميرسي ميرسي. نسيم هنيد ان شاء الله، نسيم هنيد خويا، تحياتي. شنو احوالك؟ سافا شنو هي الامور؟ الحمد لله. وانت شنو احوالك؟ هاك مزقلم شعرك ومقاد، هو لقيت حجام يا اخي. ما لقيتش حجام اخويا، ما شوف اللحيه، شوف يعني تنجم مش توا كون في المو اخويا، تقعد في الدار، شد الدار وكهو. بارابور انا تسمى سافا على الاخر. والله اول مره نشوفك هكا انت. يا كاو والله غالب شادين الدار وكاو. والله كاو صبر. شنو هي الامور؟ والله انا في باريس انا. ماكش في تونس؟ ما روحتش لتونس؟ لا مو روحت لباريس وحبيت نروح في تونس، اما المطار معناتها تسكر المطار وما عادش تنجم تسافر، وفهمتني؟ فهمتك. شاد الدار مالها ولا كيفاش؟ شاد الدار اهو، والله شاد الدار. ما تخش تعمل جريات حاجة؟ لا تخرج تعمل ساعات جريات وتعمل شوية ديزكزارسيس في الدار، اما ما تنجمش. انا في فرنسا دو 10 ا 19 تنجم تخرج، كان عندك معناتها اتيستاسيون، فهمتني؟ اوتوريزاسيون. تنجم تخرج كان قبل العشرة ومن بعد السبعة في العشية، تنجم تعمل ساعة في تيم هكا، فهمتني؟
وظائف ما فورميلير تاع مرة حاجة هكا. فورمولير في التليفون، معناتها في التليفون تمشي في الانترنت تك تك وتخرج على روحك، فهمتني؟ اي ايش عامله فيكم الكورونا غادي؟ والله عاملة فينا اخويا، ماذا بيا نبدأ في تونس والله. توحشت الفانيه ولا شنو؟ الفانيه بحذاك ولا في تونس؟ لا بحذية بحذية بحذية، اما بنتي جاونا وراحتي وقت معناتها. الشرطوط اول جاي رمضان وفي تونس شفت سبيسيالة. شفت كيفاش سبيسيال، والله والله سبيسيال. ما نعرفش شنو في تونس باش يحلوها، قالوا باش يحلوها لو تخوا ولا لا لا فما حد شايف. شنو، فما حد شيء قالوا باش لو 19 قالوا باش يحلوا لي ريستورون، ولو 23 باش يحلوا ولا انا ما سمعتش في بالي. لا الحقيقة اشاعات اشاعات سمعت الشعارات معناتها مش سيها. ديري معناها معنى. لا والله قالوا 3 سيمين او باش يكلموا ذا الغد ولا بعد غد ولا ان شاء الله خاطر الوضع ما يطمنش الحقيقة. والله. اي كيفاش تعدي النهار ابار سبور؟ شوف والله كما قلت لك شوي سبور وكهو انت، وما هو عندي بنتي توا 5 مواه فهمتني، يعني ديجا اي نسمع فيها ديجا شفت كيفاش، يعني ديجا اخويا جديدة. صحيح فهمتني، 5 مواه معناتها 5 مواه عندك ديجا معناتها برشا خدمة. قالوا لك الاولاد مازال فما حد شيء اوفيسيال معناها مازال كونفينمون. مازال كونفينمون في العالم كامل، فما كان ألمانيا اي مازال أما ألمانيا مش بلايص الكل، لما هاك شفت جمعيات في ألمانيا رجعوا يترهاو فهمتني، معناتها على خاطر هما اول بيبي بي. شنو هو؟ قلت لك اول بيبي بي. اول بيبي بي ولا أول لولا أول انت بيبي لولا، هي أول واحد احكي لي توا فرحة اخرى. بيصير معناتها حاجة أخرى، معناتها ليت حياتك الدار تتبدل ديريكت، بيصير معناتها حياتك معناتها تتبدل ديريكت فهمتني؟ شنو سميتها؟ نور. نور يا ما شاء الله. كاو قول لي بخلاف السبور شو تعمل في النهار تيجين؟ والله كما قلت لك شويه فيلم شويه سيري وشويه سبور، وهكا مع مرتي مع اختي في الدار فهمتني، اختي وراجلها والبيبي، واختي عندها بيبي يعني، فما لمه في الدار فهمتني فما ديجا امبيونس صحيح. اما اخويا بصراحه بنصح. الكونفينمون صعيب، باش تنصح العباد فاش تفرجتوا باش تنصحهم يتفرجوا؟ فما برشا دي سيري ديجا، عندي صحابي كان يكوروا معايا معناتها ديما يطلبوني على السيري، فما برشا دي سيري تتفرج فيهم، مثلا مثلا باور معناتها في باور، عندك كازا دي بابيل معناتها سيزون جديدة خرجت باور فهمتني، باور نتفرج فيه هنا وصلت سيزون 4 تو. انا كملتها فهمتني. اما قالوا لي ظهر النهاية مش هي. نهاية مش هي، ما توت السرير الكل معناتها نهاية بصراحة. شوف حتى كازا دي بابيل النهاية ما عجبتني كذا دو بابيل الاول والثاني هكا هو باقي الكل ولا يبلطوا. صحيح صحيح، ولي معناتها حاجات كومبليكي وحاجات واحد هكا صحيح فهمتني. اي شنو السيتياسيون تو مازلت كامل ولا لا؟ مازلت كنت في اربيل في اربيل مش نسخت في ديسمبر. صحيح موكي خاطر غادي تلات بعضها مع البلاد شوية فسخت، وجاتني هاي. كورونا يعني تك تك، اي في جام في جام في ما كانش فما حاجة. كان فما لكن من بعد كورونا جا، وفما برشا جمعيات بطلوا من بعد جانفي في فيفري فهمتني، يعني فهمتك. انا اي انا كنت ماشي لاندونيسيا، كنت ماشي حتى السعودية فهمتني، فمن بعد كلات بعض مع الكورونا ومعناتها الشامبيونال كله وقفوا وكهو. اسمع فما كومنتير سيف اي قال لك مسلسل الخطاب على الباب ما تعرفوش. ايش معناتها؟ ما تعرفوش مسلسل الخطاب على الباب؟ لا سيري هي ما في تونس هي سيري تونسية ما يعاودوا في المسلسلات القدم. قال لك ننصحك بيه. يعني هو في ايش شكون تفرس فيه مال. شكون كلمك في السعودية؟ والله كنت ماشي في جمعية من بعد ما مشيتش ومشى معناتها شكون معناتها من الكليب فهمتني؟ ضمك اي اي صحيح، غاز العيادي هاي كنت ماشي غادي يا ماكا ومعناتها هذيك الدنيا. يا ما كومش نفس البوست انتم. لا هما من الاول حبوا على بوزيسيون بتاعي فهمتني، ومن بعد حبوا على بوزيسيون اخرى فهمتني، وفما جمعيه اخرى، فهمت. لكن من بعد كيما قلت لك كي كلات الكورونا هما بطلوا جوارات بقاو كونسي غادي شنو هي عاود من الجمعية جديد الأخرى؟ توا، عاود من جديد توا فهمتني، أي الجمعية الأخرى شكوني؟ جمعيه اللي فيها انترنور تونسي
والله استنى خلينا نذكر شو اسمه، نسيف اسمه الانترينور. أبها. لا نسيف نصيف بياوي، الفتح، صحيح الفتح صح. ولا لا مش لا الفتح، لا لا فهمت. لا لا مش فتح، لا واحد اخر. عرفتها جماعة، نسيت اسمها، غاب علي. لعب فيها البلبولي أول السيزون، والله ما نذكر هنا حاسيله. نسيت اسمه. بيه، خلينا نحكي شوي عليك انت. تيجيني وي انت بديت في باريس، في باريس اف سي، بعد الانتر، شنو قعدك الذكريات دي، سوفينير مع لاعبية الانتر الكبار هذوكم والنجوم هذيك؟ برشا معناتها حاجة. أنا بصراحة كي كنت صغير معناتها كما قلت لك، أنا 16 سنة 15 سنة كنت في باريس، نكون في باريس سي معناتها الجامعي تحت داري، عبارة واحد نعطيك اكزامبل معناتها، عبارة واحد يكور معناتها في جمعية تحت داره، كيما واحد يسكن في باردو يكور في ستاد تونيزيان، ولا فهمتني؟ وما كنتش نصور معناتها واحد يبدا يولي كوارجي ولا حاجة، فهمتني؟ نمشي نكور جوست بور بليزير معناتها، فهمتني؟ ومن بعد جاتني تخوا زوفر في فرنسا، دي معناتها دي جمعيات في فرنسا. مرة جاني واحد ايطالي مشى يحكي مع امي وبابا، قال لي بصراحة نحبوه يجي في الانتر يعمل تورنوا غادي انفيتاسيون. امي خافت من الاول، قالت لي شنو ايطاليا خليه يقعد في فرنسا، علاش يمشي في بلاد ما يعرفش اللغة ما يعرفش، فهمتني؟ بصراحة أنا كنت نحب نمشي، واحد ينجم معناتها، وما كانش كيما تو معناتها لي ريزو سوسيو في انستغرام وفي فيسبوك، وواحد كانت معناتها وان بليس شامبيونا ايطاليا كان أقوى واحد قبل معناتها، فهمتني؟ كنت خل نمشي، مشيت عملت تورنوا نتاع 3 أيام، كنت 15 سنة فهمتني؟ تك تك مشيت عطوني يوفر معناتها، ما تنجم كي عمرك 15 سنة ما تنجمش تخليها الاوفر، فهمتني؟ مشيت غادي قديش لو كنت صغير 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 15 سنه، عطوني في ما نجمش نقول لك، ما في سالير باهي كي كنت صغير، فهمتني؟ مقديمة الحكاية اه ما عادي نجمش نقولوها نقول لك سالير اخويا، ما سالير اخويا كي عمرك 15 سنه ما تنجمش تخليه، فهمتني؟ يا اخي مشيت تك تك، ومن بعد من حومتي وباري اف سي تحت داري، لقيت روحي من بعد 6 شهور 7 شهور نترين مع السينيور، واخر عام كورت ماتش في مع السينيور، فهمتني؟ معناتها مشيت في خدت عام بلاصتي ديالي. صحيت، ومن بعد عام بدلت حياتي، فهمتني؟ وهذيك كانت شويه ما نقولش مشكله، لكن انا ما عملتش لك البروسيسيوس تاك لي زيتاب، فهمتني؟ عملت ديريكت من صغير تاك سينيور، هذاك اللي خلاني شويه معناتها، خلاني فهمتك. شويه روتار معناتها في البروجريسيون نتاعي. ومن بعد كي لقيت انت معناتها وقتها، انت وقت اختارت تونس، نو الجماعة قالوا لك العدالة اللي كيف السعودية. هاي صحيح اي انت وقت اختارت تلعب مع الكيب ناسيونال بتاع تونس، تجاني الفترة لا هذيك ولا بعد؟ وقتها كي كنت في الانتر انا كنت في ليكيب ناسيونال نتاع فرنسا نتاع الصغار، فهمتني؟ عملت دو سيليكسيون معاهم، ومن بعد جاني حمودة بن عمارة في باريس، قابل كل لي زيكسباتريي الكل. حمودة بن عمارة جاي حكى معاه وقتها معناتها حكى معايا وقتها، فما من اجون تونسي هو فيديراسيون بحثاته باش يحكي مع جوارات تونسة في فرنسا، فهمتني؟ حمود من عمار قال لي بصراحة نحبك أنت تجي معناتها في مع ليكيب سينيور. وقتها مازلت ما كورتش برشا ماتشوات في السينيور في الانتر، كورت ماتش صحيح. وكنت نترانا، ما كنتش جوار كل جوار كونفيرمي نتاع 30 ماتشوات في عام يمشي نجم، فهمتني؟ كنت في موان 19 نتاع مع فرنسا، جاي كلمني قال لي نحطك مع السينيور ديريكت، ما خممش حكيت مع بابا ما خممش برشا، مشيت تاك مشيت معاه. وقتها كان روجي لومير معناتها المدرب نتاع ليكيب ناسيونال، مشيت ديريكت. ما تشوفش تجاني اللي يختار لك يكون طلع في الكورة كبيرة، كي يختار تونس معناها على فرنسا، كان يتبدل المنحة نتاع المسيرة نتاعه ولا ايه؟ سمعت كان صارت تبدل قبل مع لاعبين اخرين كيما سليم بن عاشور ولا ليزاكسباتريين، معناها مش يكون معنى شوق بن سعادة، يكون يلعب في كيب ناسيونال نتاع فرنسا ويكون من جمعية كبار ماشيين، كي يختاروا تونس كان ما عادش يغزروا بنفس العين معناها ولا ايه؟ سا ديبون، شوف سا ديبون انت والجوار بصراحه. شوف يا اخي يا اخي فما جوارات اختاروا جمعيتهم وعملوا كارير كبيره. انا عندي صاحبي مومو سيسوكو معناتها مالي، كان يلعب في فالونس ومن بعد ليفربول ويوفي، واحد مش يلعب مع مالي، فهمتني؟ انت الكاليتي نتاع الجوار بصراحه، انت والملاعب فهمتني؟ معناها ما عندوش حاجه اوكي بالمنتخب. اوكي اوكي نقول له جوار كي يلعب بكيب ناسيونال نتاع فرنسا يبدا المارشي معناتها الفالور نتاعه كوتا تبدا تعال. عاليه، لكن هو كان الجوار عنده في الساقية بصراحة، حتى هيك يكور حتى في
في بنغلاديش يا خويا عنده سيفي ساقي، عنده في ساقي يا اخي. ساديو ماني من السنغال كان كان في فيلاج، معناتها كيف تقولوا فيلاج بالتونسي، معناتها قرية داشرة. صحيت بتاع 50 عباد في الفيلاج ويكور في ليفربول، فهمتني؟ صحيح. هاي أما أنت تحكي مليح عربية. مليح ساعتي بون، معناتها فما برشا حاجات ما نفهمهمش، كي فهمتني؟ أما بتحكي بالبي، فبرشا اللي عايشين البلد اللي بين ناس منهم ما يحكوش بالبي بالعربي. معناها أنت تحكي بالكلام ما شاء الله مسرح. اي مسرح سافا، معناتها ملي مشيت لتونس بديت نسرح. ما كنتش لا كنت، ما مش كيما هكا فهمتني، فما برشا حاجات تعلمتهم كي مشيت لتونس، فهمتني؟ وندمت على الشوارع بتاع تونس ولا ايه الحقيقة بصراحة؟ والله لا، كيف واحد يندم؟ لا بصراحة لا. اوكي، ما خرجت، ما ما كنتش خرجت، اوكي ما خرجتك البابك الكبير هذاك، مشكلة، مشكلة نتاع إدارة، ومشكلة نتاع برشا حاجات، ما بصراحة لا، الشوا لا، والله لا، بالعكس معناتها فرحت غادي كيما ما فرحتش معناتها في بلايص الاخرين، فهمتني؟ خاطر حتى علاقتك مع المنتخب ما كانتش كبيرة برشا معناها. شوف انا سا ديبون، خاطر عندي لعبت في فتره وقت اللي جوار في الاوروب كانوا هما معناتها لو بوا نتاع ليكيب ناسيونال، فهمتني؟ ومن بعد عكست كي خرج روجير لومير، انا مع روجير لومير كنت كل معناتها كل سيليكسيون كنت غادي، فهمتني؟ وكنت باش نلعب كاس افريقيا وعملت اكسيدون وصارتني اكسيدون قبل كوب دافريك، معناتها انا ماشي باش نلعب، كنت تيتولير كل ماتشوات، وكنت باش نلعب كوب دافريك تيتولير، معناتها فهمتني؟ صارت لي اكسيدون يا اخي، تفرجت في الكوب دافريك، تفرجت فيها في مساعدين، معناتها في الحبس نتاع سويسرا، تفرجت فيها الكوب دافريك. أبو بيان بالحق سور، ايش بيقول؟ صارت لي اكسيدون في من ذاك في 2012 ولا 2013، اكسي عملت اكسيدون دو لا روت قبل الكوب دافريك يا اخي، تفرجت فيها في الحبس. ماذا صار فيها موتى؟ اي صحيت، معناتها مو ومن بعد الغلطه مش نتاعي، فهمتني؟ ماكش انت غالط ماني ولا لا حاجه. مانيش انا غلطه، ما في تونس يقول معناتها كي ريتك تعمل اكسيدون كبير هكا. ايقاف تحفظ جمعتين صحيت هذاك. صحيت صحيت، عمل جمعتين ومن بعد فهمتك وجلوه، ومن بعد خرجت على روحي. فهمتك. كان لعبت في كوب دافريك هذاك تكون مسيرتك خير مع المنتخب. صحيت بيان سور، معناتها شنو يبقى من بعد في المنتخب؟ يبقى لي كومبيتيسيون معناتها انترناسيونال، كوب دافريك، كوب 2008 هي هيك كوب دافريك. شنو؟ 2008 كوب دافريك لا والله ما والله ما ولا نذكر، 2006؟ لا 2008 ولا 2010، فما لا 2010، 2010 راني فوزي بنزرتي. لا ما لا 2008، 2008 هي 2008 في غانا، ظهر لي كوب دافريك ولا لا؟ مش في غانا، ذكر شوين في غانا ظهر لي. اي ده اللي غاني اي صحيح، مش اللي في مصر 2006. لا 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 لا، في غانا، في غانا، 2008 2008 اي صحيح. طيب باهي، تعتبر نفسك تظلمت مع المنتخب ولا؟ مش تظلمت، تظلمت وقتي اول عام في الكلوب بصراحه، تظلمت بصراحه، وقتها وين حسيت روحك ظلمته؟ اي خاطر انا كنت مع تريد فما كوب دافريكي جات في ديسمبر، فهمتني؟ وانا معناتها ميور بوتور في الشامبيونات نتاع تونس وميور باسور، معناتها فهمتني؟ اوكي ما تعيطليش، اوكي ما فهم حتى مشكله. وقت انا مشيت 3 ايام في المغرب ولا 4 ايام فاكونس في المغرب، تضرب انيس بن عتيره، تضرب فهمتني؟ وقتها الصحفيين الكل والعبد الكل قالوا هاكا سي بون باش يعيط يجاني ولا لا، معناتها حتى بسيكمون تحضر في روحك باش تمشي، باش يعيط لك، فهمتني؟ غدرني المدرب عيط ادم رجايبي من سيابي، فهمتني؟ ما مش نفس البوست بس. صحيت، معناتها حتى كان جاي نفس البوست ولا جوار، عندك جوار معناتها بيتر في الشامبيونات ونحن كنا لولانين، وميير باسور صحيح وميير بيدير في الشامبيونات، عيط له حتى كان يصير حاجه. عديت عام كبير انت عملتها صحيح. صحيت صحيت، ما عيطليش وقتها، تظلمت. اما المرات الاخرين بصراحه ما معناتها، وهذيك معناتها الكونكورونس معناتها فهمتني، هذيك الكوره. وكيفاش تشوف المنتخب اليوم؟ انا مش بدنا نحكي على المنتخب نحن. والله شو هي، فما بروغريسيون بصراحه كبيره، معناتها كما قلت لك المشكله في تونس راهو عندنا دي جوارات معناتها عندهم في ساقيهم توب، معناتها انا شفت حتى البلدان الاخرين عندنا دي تالون كبار في تونس، اما المشكله ما عندناش الانفراستركتور اسلام بصراحه، تشوف أي تيرانات، حاجة. تشوف شوف ما عندكش، عندك ما في تونس عندك رادس، عندك سوسه، السفيق، ما عندكش، وفماش دي سون دو فورماسيون، فماش كي تشوف معناتها وقتك كي كنت انا في الانتر، معناتها
فما خويا فما كل جوار عنده بيته، فما صار مشكلة كبيرة، فما او موان 7 8 تيرانات، فما كل جمعية عند كل مع 15 سنة عندهم ليكيني نتاعهم، 16 سنة عندهم ليكيني نتاعهم، فهمتي؟ معناتها فما ستركتور اللي باش تخرج لك جوارات في تونس، فما لي تالون، فما ستركتور، معناتها فهمتني؟ صحيح. هذيك المشكلة. ينجم ينجم يعمل حاجة جي الحي تدخل تاريخ تونس مثلا كوب دافريك ولا عاش شكون؟ جينيراسيون هذي. شوف بيان سور، معناتها كيما قلت لك تونس بصراحة معناتها توت لي كومبيتيسيون كانوا معناتها غادي، معناتها اوكي ما تمشيش فينال جيمي فينال، اما غادي معناتها غادي قريب تمشي فهمتني تربح. يجي نهار الديكليك، معناتها لازم الديكليك بصراحة، لازم جينيراسيون ديكليك. توا شفت معناتها حتى الصغار، ما فما جينيراسيون باعين ربحوا، معناتها شفت معناتها كي ربحوا فما تورنوا معناتها في تونس وصلت الفينال، فما جينيراسيون باهي تاع لازم خدمه وكاهو. فهمت. بي غلبت بي انت رجع للانتر، شنو تتفكر قدك مع الجماعه الكبار هذوك؟ مش معناتها شنو نتذكر، فما شي حاجه قعدت في بالك ما تنساهاش صارت لك مع ملاعب كبير؟ كان فما برشا ملاعب كبار، ريكوبا فييري وقت برشا ادريانو اي برشا الانتر 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 في جنبوكها وقت. هاي اول عام اللي كنت فيه معناتها كنت فما برشا جوارات، واللي عاني انا خاطر انا العام الثاني كنت نصيب باش نطور شوي اكثر، هذاك علاش من بعد مشيت سلافيا براغي معناتها بري غادي. اول عام معناتها لعبت ماتش وعملت 7 مرات قعدت على البنك، فهمتني؟ يجي بريباراسيون معناتها بديت بريباراسيون نطور، حسيت روحي باش نطور. يجي في الميركاتو معناتها 2 سمان باش يكمل الميركاتو، يجي لويس فيجو، ومن بعد يجي باتريك فييرا، ومن بعد يجيب معناتها فهمتني 7 أو 8 جوارات الكلهم، واحد يربح بالون دور وواحد يلعب تندراشو، فهمتني؟ سولاري هذا جد سولاري، ومن بعد جاء بيتزارو، فما واحد صغير صغير بيتزارو كان يكور في روما، معناتها جاء اوليفيا بتاع اوليفيا داكور، اوليفيا داكور نتاع فرنسا، فهمتني؟ لقيت روحي يا خويا، بيفو لقيت روحي ما عادش نجم نكور، معناتها حتى لو ما كان، معناتها حتى تبدا جوارات جوار عنده تالون برشا ما تنجمش، معناتها فهمتني؟ سولاري كان مش حتى على البنك، ريكوبو سولاري ما يقعدوش حتى على البنك، معناتها يقعدوا جرادان ولا يبقوا في الدار، معناتها انا يجي صغير 17 18 سنه يبي يحب يكور رغم اليوم ريكوبا كمال تاريخ وكان اسطوره في الانتر يعني ريكوبا. صحيح، هو حتى على البنك ما يقعدش عليه، فهمتني؟ هذيك المشكله. معناها حتى باش تصبر شويه مستحيل تلقى حتى صحيح شويه صحيح. عمر. وجوار ويحب ولا تكره جوار كان ما يكورش اكثر من 20 ماتشوات ما ينجمش يقول انا جوار بروفيسيونيل، فهمتني؟ يعني فما صحيح. جوارات يكوروا 3 4 ماتشوات يقول اي صاي انا وصلت، لا لا اخوي كور 20 ماتشوات تقول انا صاي جوار كونفيرمي، فهمتني؟ باهي خلينا نسمي لك باغي اف سي، انتر، بي اس في، روما، سلافيا براغ، اول سيتي، ابويل نيقوسيا، يونيو برلين، مورينسي في البرتغال، الكلوب سي اس اس، ليونيل، الكلوب اندونيسيا، المحرق، اربيل في محرك العراق. ابن بطوطة لا حسيت. وصلت، لا وصلت ساعات معناتها نحب نشوف حاجات جدد معناتها، فهمتني؟ بصراحة طب سيرتو تجرب الاخر في اندونيسيا ولا في العراق ما عندناش برشا ملاعبين توانسة لعبوا. والله اندونيسيا فما واحد جيجاني كان يكور في الكلوب قبل، جيجاني صوفيا غيغاني غيغاني معناتها هاي. بصراحة اندونيسيا عجبتني ديجا البلاد ديجا توب معناتها، فهمتني؟ ما عجبتني بصراحة كل ماتش تكور 60,000 50,000 30,000، فهمتني؟ وما عاد حبيت نشوف حاجة أخرى، يا ريتني قالوا لي برا نمشي، قلت ديريكت نمشي، فهمتني؟ حتى أبري تو واحد يسافر ويشوف كرتير أخرى، فهمتني؟ وكنت وأون بليس عرست معناتها مشيت مع مرتي غادي عبارة فواياج وتكور غادي يوم ميم تو معناتها، فهمتني؟ حاوس حلوة برشا يحكيوا عليها، حلوة برشا بصراحة، وقريبة لبانكوك والبلايص هذوك. هي كيما تايلاند معناتها بصراحه، تمشي لبالي تمشي لاندونيسيا الكل، انا درت الكل بصراحه توب توب. أمو مو سيسوكو قال لك بارلو فرونسي خويا. وينو وينو مو سيسوكو؟ كومونتير ها؟ مو حتى مو سيسوكو كان في اندونيسيا، شوف انت كبر معايا في نفس العام كان في اندونيسيا. نحن نحبوا التوانسه يفهموا بعض كله، هو انا عملك تراديكسيون نكتب لك بالفرنسي. مو من عز من عباد اقسم بالله، ولا عز من عباد توب.
بخلاف التجربه في براك سلافيا براك اللي عملت 4 سنين، ديما 6 شهور عام وتبدل، علاش تيجين؟ ليه عندك براغ وعندك الانتر وعندك الكلوب عاملين. هاي لا صحيح، لا هاي شوف شوف اما الاخرين ديما فيسع فيسع. شوف ملي شوف ريتك في الكوره كانت انت ما تشدش كان الريتم تاع، ومن بعد تدخل في يقولوا مع تساق الدوت مع مش دوت، لكن ريتم مشيت هول سيتي كنت عندي خاصه كنت عندي كونترات طويل مع 3 سنين، لكن الكوره ما مشتش معايا، من ستيل دو جو نتاع دي دو في نتاع انجلترا ما مشاش معايا، معناتها فهمتني، مع اجريسيف وما يكاوروش ويطولوا في الكوره وفهمتني. بديت اعمل 6 شهور ومن بعد مشيت لالمانيا، ما عملت عامين في المانيا فهمتني، وكملت غادي. ومن بعد انت ما نقولش الزهر، لكن انت الشوا نتاعك، معناتها ساعات تمشي في جمعيات تمشي معاك من الاول، يبدلوا المدرب ما تمشيش معاك، تمشي في اخر ميركاتو وهو عندهم ديجا هما ليكيب اون بلاس، لازم تفك البلاستيك ومن بعد يجيك بيريود معناتها هذيك الكوره فهمتني. جابو قالك مايسترو يا معلم. هو المايسترو، هو المايسترو. الزوز تشتركوا في حاجة، جمهور الكلوب الزوز قاعد يحبكم برشا الحقيقة. انا بصراحه انا حتى انا حبيتهم بصراحه، حبيتهم على الاخر. الله غالب اخويا، الاداره نتاع الكلوب اخويا الله غالب. كاو عبد المؤمن جابو كان فريق طالون كبير من احسن لاعبيه دخلت الكلوب وقتها. بيان سور، لا وقتها 2015 عندنا بصراحه كيب 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 توب، كان جيل كان بخينا مع الكيب هادي، مع بصراحه كنا باش نعملوا حاجات كبار. ما فهمتش انا معناتها 2015 معناتها ربح البطوله والعام اللي من بعده معناتها بدل كل شيء، بدل جوارات ومنتصر، معناتها اللي هو اللي بدا كازيمون كل شيء معناتها منتصر بدلوه فهمتني. هذيك معناتها المشكله. انت اكيد تعرف شويه دي كوليس، علاش تاعها متصل وقتها تيجيني؟ والله يا خويا هذيك كيستيون ما نجمش نفسر اي فيها، تعرف اما اكيد، والله ما نعرف كيف واحد كي خاصه نجي نقول لك نعرف نقول لك. فما كلام خرج انه سليم الرياحي غير من منتصر شويه اللي تنسب له، اللي هو اكثر النجاح نتاع البطوله وقتها. بيان سور معك يا اخي، شكون بدا اوكي من الاول سليم الرياحي هو يعطي في الفلوس معك تحب ولا تكره فهمتني، لكن هو شكون اللي جاب جوارات يحكي معاهم؟ جات فتره اخويا ماناش مخلصين 3 4 شهور، شكون اللي جاي يحكي معانا؟ جاي يحكي معانا منتصر، وجا خاطر عنده كونتاكت مع الجوارات، هذيك المفتاح نتاع الكوره فهمتني. ما تبدا مش خالص، يجيك واحد يحكي معاك وتبدا كونتاكت بيه تيجي تلعب عليه فهمتني ولا. اي حاجه المشي للعراق غادي حرب والدنيا ماكله بعضها، اش هزك غادي؟ لا هذيك الكيب اللي تلعب كاس اسيا فهمتني، كيب كبير معناتها عندها اسم كبير غادي في اللازم فهمتني. بيان سور صحيح، وحبيت بصراحه حبيت خفت نشوف شويه من الحرب والسيتياسيون وقتها والله. نتاع الامن شوف واحد. اولا هي اربيل، تقول تعيش في الامارات، تقول تعيش في لبنان فهمتني. اولا اربيل ماهيش كيما العراق، حاجه اخرى. فهمت. اما ومن بعد ما تصدقش اللي فما في الدلتا، مشيت كي كورد، مشيت لبغداد ومشيت في البلدان الاخرين، والبطوله البطوله نتاع العراق يا خويا بصراحه صعيبه صعيبه، فما دي تالون كبار، فما جمعيات كبار، والعراقيين كورجية الحقيقة. كورجيه وبطوله وصعيبه صعيبه فهمتني. وبصراحه بصراحه ما تصنعرات باهين ويخلصوا في الوقت أهم حاجة. فهمتني، هذيك الحقيقه بيه في السياسة علاش ما نجحتش التجربة؟ شوف سي اس اس انا مشيت وقتها لطفي عبد النادر صححني، بصراحه كنت عندي كونترا معناتها باهي معناتها فهمتني. ومن بعد جمعتين لطفي عبد النادر استقالي ويخرج ويجي معناتها مصطفى خماخم فهمتني ولا. مصطفى خماخم يجي وانا كنت عندي عام كونترا كهو فهمتني، جاء قال اخويا ولا تنقص اخويا ولا نتفاهم وتخرج على روحك. وقتها ما مشاتش معايا معناتها، نقول ما نقولش نقول كرويه معناتها ما مشاتش معايا، قلت اخويا في خير من فسخ توا نتفاهم ونفسخ فسخ، خاطر هو كان يحب ينقص في المصاريف نتاع انا ما عنديش علاقه الحكايه بامور الكوره ولا حاجه. شوف انا نحكي لك بصراحه، الكل عنده علاقه بالكوره معناتها فهمتني. انا ما مشيتش كده، هذاك علاش قلت لك من الاول ما مشيتش معايا، انا نقول انا معاك ما قلتش وي وي
حتى هنا اخويا عندي غلطات نتاعي غادي، فهمتني بصراحه ما عادش لا شغلتني شكل، مثلا البيج غلط. ما عادش الاضافه كيما عطيت في الكلود، فهمتني ولا نكونوا ما ناس ارتحتش معاك، غالي. ما ارتحتش مع غادي فهمتني، نفسيه كرويه فهمتني، ما ارتحتش غادي فهمتني، هذاك علاش كنت يجي نتفاهموا خير ولو انه السياسية جماعية كبيرة وبرشا عاودوا حتى لانسوا كاريرهم في صفاقس، في صراحه. جاني كما فرجاني في صخر الدين بن يوسف عاودوا لانسوا كاريرهم في السياسة. صحيح صحيح، كل واحد معناتها كل واحد كيفاش فهمتني. انا بصراحه تلقى الفتره واللي كنت غادي خايبه ولا ما نعرفش بصراحه، ما ارتحتش غادي نفسيه وكرويه، هذاك علاش كي جاني قال لي يجي نتفاهم وتفاهمت معاه ومشيت على راسي. المرة الثانية علاش خرجت من الكلوب؟ والله اخويا اول عام ثاني خاطر رجعت من بعد الكليب هذا عندك دو مرتين معناتها، ريت اول عام نحكي على المرة الثانية، المرة الأولى ما حكينا فيها ديجا، قلت لسليم الرياحي وقتها أمور فلوس وحاجات كيما هكا هكا ولا والله مش امور معناتها، امور برشا حاجات. ومن بعد جا شوف اول مره عاقبني ما نعرفش علاش، قال لي انت تعمل جراف ومدري شو، ما عملت حتى شيء معناتها، وكي تعمل جراف معناتها جمعيه انت كامله ونار. فهمتني صحيح، نلقى روحي قبل الماتش الاطوال يجي يقول لي لا، ديجا نحن يجي يقول لي لا انت ماكش في، ما تنجمش تترينا ماكش في الجروب يا معلم، تحكي بالرسمي هكا معناتها لومه الغدوه نقول لك. قلت اوكي، قال لي باري نجي هابط مع الاسبوع. قلت بصراحه مشيت على روحي، نحكي لك برجوليه، خذيت محامي، نحكي لك 2016 هذا، خذيت محامي تك تك تك، قعدت شهر ونص شهر معناتها نترنى انا وحدي انا وناتر، نتذكر نمشي مشكلاسيون اخويا فهمتني، وشكيت شكيت نحكي لك بصراحه شكيت، خاطر يجي واحد يجي يقول لك ما تترناش اخويا شنو معناتها، عندي عقد تقول لي ما تترناش اوكي داكور شكيت، يجي معناتها ماتش قفصه جوارات الكل مضروبين والكلوب وقتها معناتها فتره خايبه خايبه فهمتني، كلمني افوكا نتاع سليم الرياحي عماد الرياحي، عماد الرياحي ولا فما اي افوكا اسمه الرياحي ولا حاجه هكا، عماد الرياح، عماد عماد الرياح الرياحي كلمني، عماد الرياحي قال لي بصراحه تيجي شوف فما برشا جوارات مضروبين ولا صراحه معناتها لازمك ترجع في الجروب ولا فهمتني، قلت ما فما حتى مشكله عندي عاقل انا ومنول ما حابش نوصل الفتره هذه، لكن انتم اخويا يجي ما تترناش واعمل هكا. قلت اوكي، دخلني في الجروب قبل ماتش قفصه في وسط الجمعه، وقتها كان رود كرول هو المدرب فهمتني، اي ماتش قفصه ما عندوش شوا، قعدني على البنك فهمتني ولا، ماتش قفصه اخويا قعدني على البنك تك تك حطك الجمهور اكيد كفران صحيت وقتها ولا صحيت بنالتي حاجه هيك. لا صحيت، يجي اخويا في الميتون، نحن كنا دوزيام في الكلاسمون وخاسرين زيرو، والماتش اللي بعده نمشيو لقادس فهمتني، يعني اخويا ما يجيش الكريم تلعب على تيوح ولا حاجه، ما يجيش بصراحه فهمتني، دز معايا جمهور، دز معايا جمهور وقت رود كرول، وكنت انا ورود كرول سافا با بصراحه فهمتني، اما وقت الجمهور دز اخويا قال لك روحوا معناتها قدام المرايه اخويا خلي اللي يحب فهمتني، دخلت بصراحه ربي كان معناتها ربي سبحانه، ربي سبحانه معناتها اللي نعمله يمشي فهمتني، وده اللي نجربه يمشي باس تك تمشي فهمتني صراحه ما حد فهمتني، تحركت شويه اللعبه تك تك تك، رجعنا بارتو ورجعنا دوزانا فهمتني، وقتها كلمني سمريح قال لي اجا، جيت قال لي عاودني عامين فهمتني، يقول لي ما عندي حتى مشكله، لكن يا خويا يا رئيس عندك توا 8 شهور مانيش مخلص، 8 شهور 8 شهور وهبطني الاسبوار وش عملنا، وانا قال لي لا خويا ننساو كل شيء وعاودني عامين، قلت له لا خويا ما نجمش، قال لي ما لا خويا سي بون ما نجمش، هكا وقفت الحكايه فهمتني، مشيت ويجي ويجي شكيده. ولا مشي معناتها، كانت الاشكاليه نفس الاشكاليه فهمتني ولا نفس الاشكاليه حتى اي 2018 نفس الاشكاليه، 3 سنين كانت مع امين ده اللي. حتى اللي مشيت لاندونيسيا وكورت غادي وقتها جات التسيريه، سليم رياحي خرج من رشوه فهمتني، جات التسيريه يوسف العلمي كنت معاه بصراحه، هو اللي رجعني للكلوب، وبصراحه هو من اعز اداره اللي كانت في الكلوب فهمتني بصراحه، اي صحيح، محترم برشا، تحية ليه. محترم صحيح معناتها يوسف ومنتصر هذوما الزوز بصراحه، ما فهمتش علاش معناتها ما يبقاوش وما يخلوهمش غادي فهمتني،
حاسي له كلمني اليوسف قال لي اوكي نعرف انت عندك اشكاليه وبلا بلا بلا خويا اوكي خلاها يجي عاون جامعتي خاطر كان تريزيام ظهر لي 2018 معناتها كان كلاس مو خايب على الاخر فهمتني قال لي يجي عاون قلت له اوكي ما فما حتى مشكله قال لي اما ما فماش فلوس قلت له فما حتى مشكله قال لي تحب عليه حط 6 شهور كونترا حتى انا حبيت نرجع معناتها بصراحه حبيت نرجع وجات معناتها بالصدفه معناتها جات سيموا وعديت سيموا باهين فهمتني وبعد 6 شهور خرجت التسريح جاء عبد السلام يونس عبد السلام يونسي جا وانسى ومعناتها جا وقال لي الجوارات الكل اللي حاب يبقى ويخليه الاشكاليه نتاعو هم لا 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 واعطاني كونترات اللي وعامل حاب يبقى اللي حاب يبقى وشنو يخليه؟ صحيت معناتها انت عندك اشكاليه يجي يقول لك اخويا عندك اشكاليه نعطيلك مثلا 500 عندي 100 اخويا وانسى الاشكاليه نتاعك فهمتني انا كنت معرف فهمت. واحد قلت ابخي تو معناتها ما فما حتى مشكله نبقى عامين في الكلوب حبيت نبقى في الكلوب خليت اه الفلوس كازيمو الكل فهمتني كازيمو الكل معناتها خليت من 20% نتاع الاشكاليه نتاعي فهمتني وبقيت فهمت بقيت صحاح دعمي مشيت في عين دراهم بريباراسيون عملت بريباراسيون في عين دراهم جوزي ريغا جاي مدرب جديد جاي سفيان الحدوسي اخويا تقلبت الواحد اخويا جابوا 13 جوارات المشيب جدد اخويا ما فهمتش انا 13 جوارات جدد انا اون بلوس كي نشتيت اشكاليه قلت اخويا نعمل سيزون باهيه نحضر روحي ستاج في عند دراهم ونا ديجا في عند دراهم قاعد على البنك عمري 30 سنه ما عندي حتى مشكله يجي ماتش قالا قالا تسراي نوصلوا لتونس يجيو 4 ولا 5 جوارات جدد وقتها دي افريكان ما نذكرش واربع خمسه جوارات جدد يدخلهم يلعبهم يدخلهم ماتش جالاتا سراي وانا خليني على البنك ما يدخلنيش وقتها غلط قلت اخويا بصراحه تتيح لك دار اخويا يجي احكي معايا يقول لي اخويا انا جي با بزون توا ولا ندرى شنو ولا اما اخويا ما تعمليش اخويا جوارات جاوا من المطار جاوا للتيران يلعبوا وانا اخويا حكيت سامحت معاه فلوس سامحت فلوس وخليت عامين وخلي وصحاد عمين وقول لي ما تلعبش ما تدخلش اجا الرجل اخويا اجا قول لي تك 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 وجمعت لي تالي سمحت فلوس وتو اخويا ما تدخلنيش ماتش جالاتا سراي قلت اخويا اوكي وقتها عندي صاحبي هو رئيس جمعيه في اندونيسيا مشيت لدار حكيت معاه وقتها ولا انت حكيت معاهم ولا حكيت معاهم فهمتني خليني نفصل لك خاطر برشا حكايات خرجوا لا لا وي ولا لا فهمتني استنى دو سكوند ينس ولا تشيك صافي فهمتني يجي خويا مشيت لسفيان الحدوسي قلت له سفيان انا خويا غدوه تعطيني خويا الريزيلياسيون نتاعي غدوه خاطر انا تعطيني احنا قدر ما نحبهاش اجا رجله جي با بيزون توا انت ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا كيما جوار نتاع 30 سنه ما تحكيش معاه كيما جوار نتاع 10 سنه فهمتني ولا صحيح وان بليس معناتها تحب سايي معناتها انا عديت عامين في الكليب مش يجا اوكي فوق بلاستيك لكن ما تحكيش كيما مثلا كيما صابر ولا كيما زهير ولا كيما وسام تحكيش معاهم كيما جوارات صغار 10 سنه فهمتني لكن الحكايات وريني وريني وفوق بلاستيك وندرس لا معناتها اوكي معناتها لعبني وفوق ما تقعدني على البنك عمري 30 سنه وتلعب جوارات جو من المطار صحيح سفيان الحدوسي قال لي خويا يجا غدوه نعمل رونديفو مع الانترينور ويجا معناتها تحكي مع بعضكم اليوم الغدوه يعمل لي رونديفو مع جوزي ريغا في لوتيل في جامارت لوتيل كارتاج تالاسو في جامارت اوكي 9 نوصل غادي نلقى سفيان الحدوسي وجوزي ريغا اوكي سلام سلام سفيان الحدوسي كان في التليفون انا جوزي ريغا ما حكيناش خاطر وقتها خويا ريت من بعد ما جرى تسراي بصراحه كنت بعثها انا والانترنت كثير هو انت وقت برجولي. صحيح خاطر انا كيف مسامح كازيمو عامين كازيمو عامكم عام عام ونص كنت راه مسامح ومسامح عامين وعامل بريباراسيون وقت اللي ما فما حتى واحد في الكلوب توا صاي جبت 13 جورات نسيت مع الجورات اللي عملوا واللي جاوا عملوا واللي سامح فلوس واللي وقفوا مع الجمعيه نسيتهم لا لا خويا انا تاتي على قدر ما تحبوش جوزي ريغا يبقى غادي ويغزر في عيني يقول لي جو تون بخي تيجاني كيسكيا معناتها هي سنه فيا انا نطلب فيك في السماح قلت له استنى يا معلم قلت له شو ما جيتش هوني باش نطلب فيك في السماح
انا جي سوي دون مون دووا، فهمتني ولا؟ خذ اخويا تعرف علاش شنو تطلب السماح اصلا؟ صار كلام بيناتكم؟ صار كلام، يا سور صار كلام من بعد الماتش نتاع جالاتا سراي، يا سور صار انت كلام معناتها تربيت له حاجه صارت عركه فما؟ يا سور يا سور. انا في الفيستير ديجا دخلت بعدي، ويجي هو يحكي معايا ونو نو 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 يا معلم، هو ما نقولكش صار غادي في الفيستير، فهمتني؟ وصلت اخويا يا دي سنه في، يقول لك جو تنفخيت جاني كيسكيا كيسكيا، قلت يا اخويا تعرف شنو؟ انا بديت نحكي بالعربي، بديت نحكي بالعربي وما يفهمنيش، انا وصلت في الحدوث خاطر ما كان نبدا نحكي معاه بالفرنسيه نبدا ترتاح تقدر الدرجه، فهمتني؟ قلت تعرف شنو اخويا، اعطيني الريزيليسيون نتاعي، عندي جمعيه ماشي لها في اندونيسيا توا، الميركاتو سكر من بعد نهارين، ماك انت ما حشيش بيا نو ما حشيش بيا ولا خل نخرج خلي وفلوسك تسامح فيهم معناها اللي سامحتهم سعيد قبل هذوك مشاو مشاو. سعيد دخلت بعدي لا اون بيس انا سمعت فلوس، معناتها نسيت عام ونص عقد قلت لك ولا، ومي سي با غاف، مش فهمتك. حكايه فلوس، حكايه فتنا الفلوس والواحد سي. تعرف قال لي خويا، قال لي جيب لي 400 مليون ونخليك تخرج بري. قال لي مالا تعرف شنو اخويا، رجعني اخويا الفلوس اللي سمحتهم اوكي، نرجع لك العامين كونترات اللي صححتهم ونخليك هكا. قال لي لا هذوما فلوس هي سمحتهم، جيب لي 400 مليون. قلت له ما تعرف شنو اني باش نبقى في الجمعيه اوكي، ومعناتها باش تبدا سالير معناتها زايد، خاطر ابريتو معناتها المدرب مش قاعد يلعب وموتيفاسيون مشات، خاطر انا المدرب سايي. وقلت له هكا هكا تشوف اخويا كيفاش بتصير. نهار نكلم في عبد السلام ما يهزش عليا ونا نا نا وندرى شنو، فهمتني؟ مالي معناتها حاجه تحب تكلم الاداره باش تخرج ما يخلوكش، ويقول لك جيب الفلوس، معناتها حاجه غريبه، فهمتني ولا؟ يجي كلمني باستوس عبد السلام مانجير، كلم باستوس وهو كان قريب مع عبد السلام يوسف، يقول لك شنو المشكله ولا انا قلت ما حبوش يعطوني الريزيليسيون تاعي، المدرب ما حبش يلعبني انا، ما نقاش في جمعيه ما نلعبش، فهمتني؟ خويا قال لي هو حاب وقتها عنده لاجون تاع الدراجه، فهمتني؟ قال لي غدو نجيب لك الريزيليسيون تاعك، قمت الغدو يحب يجيب، يحب يفرغ بلاصه الدراجي معناه. نو مش يحب يفرغ، ابري تو معناتها عنده جوار جابو ندراجي، فهمتني؟ ما نعرفش شنو اللي صار. حاسيلو مانو بترود يكلمني اليوم الغدوه جاب لي الريزيليسيون تاعي هكا اهو، فهمتك. وفسخت مشيت بري وقتها، فسخت معناها من با خاطر فسخت خرجت كنت الكونترات بري نتاعي. خليني نفسر لك، خليني نفسر لك، من با فسخت ومن با صححت، خاطر الكونترات واللي الكونترات واللي ما تصفش صحيت الكونترات اللي رجعهم لي، الكونترات اللي ما صابهمش، فهمتني؟ يعني ولا هو خوف يا اخي. كان ينجم ما يصابهمش، وسامحت الفلوس وكان ينجم ما يصابهمش الكونترات، فهمتني؟ ملا فوضى، ملا فوضى. فهمتني؟ فهمتني كيف باهي، الحال؟ بعد الرسالة كذا الكل ما زلت عندك تنجم ترجع، ديما الجمهور يحبك، خاطر ديما تقيس العادي جين تنجم ترجع معناها. يا اخويا انا نكون ونات، انا ديما ونات، ما عنديش كان وي وندرج باش نوري خويا. كلمت عبد السلام حبيت نرجع في الميركاتو هذا، ما هزوش علي هاكم. ومن بعد قال وي لونترينور معايا، ومن بعد لونترينور قال حاسينو شكشوكه، ومن بعد جابوا دي جوارات اخرين سود امريكان ولا ندري شنو، وكهو لا وكهو حتى لا سعد حب جوارات. عليك ترجع، سعد لا التريدي حب عليك ما نعرفش، بصراحه ما نعرفش، ما نجمش نقول لك حب ولا ما حبش، لكن نورمالمون ما نورمالمون معناتها جوار ابري تو معناتها اوكي، حتى كان ما تربيتش في جمعيه، ما كنت نقول جمعيه معناتها عمري عديت 3 سنين وربحنا دي عطيت وربحنا تيتروات، فهمتني؟ جوارك يبدا انكور كومبيتيتيف معناتها جمعيتك راجع، ما فماش اللي ما رجعنيش انا، جاب جوار زيد امريكان، فهمتني؟ ما لعبوش حتى دراش تي ميم با، تكلمت من الاول قال لي اوكي دراش، ومن بعد ما هزش عليه مره مرتين ما نجمش انه بعد وي وفهمتني هكا اخويا هذاك الكل. رغم المشاكل هذوما الكل نشوف حتى في الجمهور، حتى في الكومنتير تو الناس الكل تحبك تجيني في الجمهور الكلوب. لا ديما عندي علاقه بصراحه، حتى اللي كانوا قابلني في الشارع معناتها ديما معناتها بصراحه الرولاسيون معناتها باهي على الاخر مع الجمهور بصراحه. فمش مرة قابلت سوبر وقعدت في بالك، قال لك حاجة صارت معاه موقف قعدت في بالك؟ الكلها بصراحة الكلها، ما نذكر وقتها معناتها خاسرين ماتش معناتها في خاسرين ماتش معناتها، نذكر معناتها
وقت لازمنا نلعب في الديربي، وكان ما نربحوش معناتها تفوت علينا البطوله، فهمتني؟ نخرج من سون دونترينمون معناتها من البارك، تخرج من امراه معناتها عندها بلاتر معناتها في يدها، تجي جاني رانا باش نموتوا ونانانا، والبارح معناتها نقزت من الفيراج وكسرت معناتها يدي، لازمك تربو معناتها، فهمتني؟ ولا جاي واحد يجي مع مرته وبنته، فهمتني؟ يجي يقول لي تيجاني راك تخسروا، ريت هذيك راني نضربها، يحكي لمرته هكا قدام. قلت له يزي اخويا صدي يعني بيه يزي فهمتني. باهي اتجاني بطولة 2015، يقعد في بالك من البطولة هذيك؟ صراحة كل شيء، والله كل شيء، عملت صحاب، عملت والله عملت صحاب وعشت معناتها بصراحة دي مومون معناتها، حتى لي مومون خايبين تولي من بعد كي معناتها من الاخر تربح بطولة يولي دي مومون باهين، فهمتني؟ بصراحة نذكر اخويا قبل كان الديربي هذاك قبل زوز ماتشوات اخر بطولة، والله واحد ما حتى يرقد ما ينجمش يرقد، فهمتني؟ حتى النوم ما يجيش، ما يقول لك تعمل كليب وتراجي ربحنا زيرو، ديربي اوكي. فهمتني؟ حتى واحد حتى النوم ما جايوش معناتها، واحد يجي اللي ما ركزتش فيه انت صحيح معناتها نربحوا نحن تربح الاطوال، نربحوا نحن تربح الاطوال، فهمتني؟ معناتها واحد حتى نفس لازم يربح كل ماتشوات، نخرج لبرا وحاسيله كيما قلت لك معناتها، كانوا دي مومون بصراحة توب، وكيما قلت لك معناتها عملت صحاب وحتى كي رجعت معناتها لقيت صحابي معناتها، فهمتني؟ كو سوسوا جورات، كو سوسوا حتى رابرتو معناتها كي تكور في جمعية كيما الكلوب، العائلة عائلة معناتها، فهمتني؟ حتى كي يخرج رئيس ويجي رئيس آخر تلقى العائلة معناتها، فهمتني؟ نفس العباد اللي يجيو جمهور ويجيو لونترينمون واللي يجيو نتاع لي زيكيبمون، نفس فهمتني؟ ديما هكا فهمتني؟ الفرحة نتاع العباد بعد الشامبيونات، كل الجمهور كيفاش خرج واحد، احكينا على لي مومون هذوكم، لي كوليس صارت هما في الكار وقتها، بهت ما بهتش كيفاش؟ بيان سور معناتها كيما قلت لك راني ربحت بطوله مع سلافيا براغ قبل مرتين، ما ربحت مرتين بطوله مع سلافيا براغ وما كانش كيما هكا، فهمتني؟ معناتها ديجا نحن ديجا في جرجيس ديجا معناتها، فهمتني؟ خرجنا من الاستاد عباره جرجيس ما يحبوش في جرجيس، يحبوا الكلوب غادي، فهمتني؟ يعني عباره الجنوب الكل كلوبستي، تلقى 5000 عباد هكا خرج من التيران، تبعوك حتى المطار ثلاثة ثلاثة في موبيلات، كراهب معبيين درابو نتاع الكلوب، تاخذ الطيارة نتاعك توصل لتونس تلقى المطار معبي معبي، تاخذ الكار تلقى الشارع معبي، بصراحة معناتها كما قلت لك عبارة ربح، فهمتني؟ عبارة ربح كوب دي موند. باهي بصراحة تجاني، هل استحقت الكلوب البطولة هذيك 2015؟ علاش ما تستحقش يا اخويا؟ خاطر صار برشا تشكيك. شنو التشكيك؟ فقل لي شنو التشكيك؟ نقول لك مثلا، صار مثلا في البينالتي بتاع جرجيس اللي خذوها مع جرجيس، البينالتي في ماتش كولومبيا، يا اخي خلينا ماتش نكمل لك، كولومبيا، الاتوال تشكيت برشا وقتها، فما حتى ماتش حملناه ما مشاتلوش. ايوه قداش الماتش نحن تشكينا فيها نحن ولا؟ نسأل فيك، جاوبني انت، ما لا نعرفش. معناتها كان فما ينغي غابيتراج ولا نرشو، تي نحن تي نحن اول دربية اخويا دي زيرو، تي كي ثلاثه كارتون روج وبونتواتي، فهمت وبونتو ورجين تاع السبيرو، تشكينا يا اخي مره نحن، حتى نحن برشا مرات هذاك البطوله نتاع تونس لازم تتصرف، فماشي يا اخي انت كي تقول توا معناتها الترجي معناتها تستحق الشامبيونز ليج، تستحق حتى في ديزيغور داربيتراج، ديزيغور داربيتراج هذيك الكوره اخويا، واضح. هذيك البطوله نتاع باهي تونس كيفاش؟ لا يا اخي، يا اخي انت تاخذ اخر بينالتي ولا اخي ليتوان ما خدتش بينالتيات معناتها من الحيط، ولا ليسبيرونس ما خدتش بينالتيات من الحيط، ليسبيرونس وقتها في الشامبيونا 10 بينالتيات ولا 15 بونت و15 بينالتيات، فهمتني؟ ليتوال هي ما مشاتش، كانت تفكر ماتش حملنا ما لعبتوش، كان لعبت تجد تكون عندها وجهة أخرى شامبيونال ولا لا؟ يا اخي غلطه نتاعنا هذيك لا قلت غلطه لك أنا نتاعنا، بس. وكان هي مشات ربحت الماتش نتاع حمام نمت القناه، نحن ما نخسروش الماتش اللي من بعده بالبريسيون هذيك اللي يا اخي شنو؟ ليش مش تقول معناتها على فهمت.
عباره اخويا دي كان ربحت الاطوال، كان مشات ديجا اولا مش سير باش تمشي تربح ماتش حمام لف خاطر ماهيش برشلونه اولا، ثانيا خويا تنجم تمشي غادي وتخسر، وكان هي تربح غادي نجموا نحن خويا نركزوا اكثر في الماتشات الاخرين، خاطر تبدا كيما تلعب خويا سوبريسيون اللي يفوت معناتها يبداو معناتها ياخذوا البريمير بلاس، كيما خويا تلعب وانت عندك سي بوان عندك ان جوكر، فهمتني؟ مش نفس الحكايه سيكولوجيكمون. ما زلت تتبع اليوم الكلوب؟ يا سير معناتها كل ما تشويت معناتها حتى نحكي عندي صحابي غادي معناتها نحكي معاهم معناتها كيفاش فهمتني؟ تشوف، كيفاش تشوف الجمعية بتاع اليوم؟ والله يا فما دي اولا معناتها فما ديجان صغار معناتها طالعين معناتها هذاك اللي الباهي معناتها شوز بوزيتيف اللي تنجم تبني عليه اللي هما يطلعوا في صغار خاطر ما عندكش شوا فهمتني، لكن كيما قلت لك الكلوب ديما نفس الحكايه، امور ماديه خويا امور ماديه، شنو تي جوارات خويا توصل لستة ولا 7 شهور ما مش مخلصين كيف تنجم تلوم عليهم، خاطر فما حاجات ما صحيح. يعرفوش معناتها حتى فما حاجات الجمهور ما يعرفوش خويا، ريت ريت في الكلوب في تونس عندك الكونترات نتاع الجوار البروفيسيونيل مثلا نحكي لك نعطيك ان اكزومبل يبدا 200 مليون اوكي 200 مليون، نقول لك اخويا عندك سالير نتاع نقول لك 3 ملايين قداش يعملوا هذوما 36 مليون ولا الباقي الكل نتاع 200 مليون تلعب تاخو ما تلعبش فهمت ولا، اما 3 ملايين اي هذوما نتاع المصاريف نتاع كل يوم فهمتني ولا، فهمتك. اي والباقي اللي لعبتهم فهمتني هذاك اللي تبني تنجم تكون المستقبل نتاعك، تشري دار تعمل مشروع فهمتني ولا يا خويا، وصلوا للدرجه خويا حتى السالير نتاع المصاريف نتاع كل يوم 6 ولا 7 شهور ما مش مخلصين، نحي لك البريم درون هذيك عامين ولا عامين ونص ما مش مخلصين فهمتني، يعني وصلت اخويا للدرجه خايبه على الاخر فهمتني ولا، فهمتك. يعني ما تنجمش شو فما شو حكايات يقول لك اخويا لا وعلاش مخلصين معناتها واحد مثلا انت تخدم في اداره ولا في كيف نقول في ماشي في قهوه انت سيرفور اخويا ما يخلصكش شهر تمشي على روحك ولا ما عندكش باش تعيش. ما عندكش صحيح باش تعيش، وان بليس ياسر. وان بليس وان بليس في تونس الجوارات اخويا يصرفوا على العائله اخويا، يكذب عليك اخويا اللي يقول لك حاجه اخرى، عنده امه وعنده الكوزان نتاعو وعنده ولده وعنده مرته يحب يعرس عنده ليزينج يعمل كريدي على دار، وسط الجوارات انا نقول لك وسط الجوارات اخويا يجي الرئيس يقول لك اخويا سي بون عرض 2 سالير نعطيك 2 سالير، الجوار شو يعمل؟ يمشي البنك هاي سي بون اخويا نهار 2 تو نعطيك اخويا كل التروش نتاعك، نهار 2 ما فماش ريحه الرئيس اخويا جمعه شكون مره مرتين البنك ما عادش عمل لك ممكن فهمتني؟ يولي ما عادش في الكورة. اوكي شوف نورمالمون انت كي تدخل في تيران فماش كان انا فما حنا خيل نحكي لك انا اش صار معناتها 2016 وحتى 2018 كي تدخل في تيران فماش كل فماش وي خمم ما يخممش على الكوره ولا حاجه، لا لا جوار لازم يخمم، ريت حتى تكور في سيكس تحب تربح اخويا تلعب الطرح الرامي لازم تحب تربح فهمتني، صحيح. لكن اخويا في وسط الجمعه ما حضرتش ماتش ويك، في وسط الجمعه تخمم في 100 ألف حكايات اخرين، ما حضرتش ماتش ويك كما لازم، توصل لنهار الجمعه انت تخسي بروحك انت حاضر 100%، لكن كي انت في وسط الجمعه ما حضرت ماتش ويك ما تنجمش تقدر 100%، حتى كي انت تدخل في التيران وتقول سايي خويا نحب نربح، لا خويا ما تحضرش ماتش ويك 100% في وسط الجمعه خاطر انت خممت في امك مريضه في ما عندكش خويا جوارات اكيب ناسيونال، والله والله جوارات اكيب ناسيونال ما عندهمش باش يصبوا في ليسونس ايكيب ناسيونال نحكي لك يا معلم ايكيب ناسيونال فهمتك فهمت. ما عندوش باش يصب في ليسونس في كرهبته، نعطيك تجربه ربي ثانيه يهديك اهو. تبي تجيني وين تشوف مستقبلك اهو؟ عندك دي كونتاكت؟ فما حاجة؟ اي بيان سور كيما قلت لك ان شاء الله معناتها او توت فاسون توا كورونا فيروس يا خويا فما حتى اي كوره بعد فما حتى ما تعدى المشكلة هذه ان شاء الله. بيان سور معناتها تولي ميركاتو يتحلوا معناتها في بلدان اخرين، اندونيسيا معناتها اندونيسيا ديما عندي بصراحه عندي علاقه بها غادي
كورت عميل غادي وعندي دي ستاتيستيك بعينه على الاخر غادي، وكنت نجم شوف نرجع روحك غادي، اخرك فهمتني غادي. فهمتني لازم نشوفك في تونس من جديد، شنو؟ نشوفك بطولة تونس من جديد، تنجم ولا ايه؟ علاش لا يا خويا؟ تونس افريتو معناتها بلادي، اللغه نتكلم في نفس اللغه، والعائله نتاعي عندي امي وبابا 6 شهور او 7 شهور هما في تونس، ونحبها بصراحه تونس معناتها تحبها كي تعيش غادي، فهمتني؟ معناها ما عندكش مشكلة تلعب في كابوخرا بخلاف الكلوب ليسبيرونس ليتوال صفاقس، ما عندكش مشكلة. شوف بصراحه كي لعبت في الكلوب صعيبه صعيبه ياسر، لكن في ريت في الكوره تعرفش عليها، ما تنجمش تلوم على جوار معناتها يبدا ما عندوش جمعيه، في ما قلتلكش على انا معناتها كنت نجم نمشي اندونيسيا، وحتى في السعوديه كنت عندي معناتها دي كونتاكت معناتها كونكري، فهمتني؟ لكن نحكي لك على اون جينيرال معناتها، فهمتني؟ جوار معناتها ابريتو مستقبل، جاوبنا عليك انت، جاوبنا عليك انت. ما شوف علي انا الوقت نجم يقول كل شيء، نحكي لك بصراحه توا لا ما نجمش نلعب جمعيه اخرى من الكلوب بصراحه، لكن اخويا ما تنجمش عارف ما تعرفش عليها الدنيا، نوصل اخويا 31 اخويا ما صحاش في جمعيه، تبدا ال 31 واش تعمل اخويا؟ تجي جمعيه تقول لك ايجا كور، قول لا اخويا لا نبقى نبقى بطال انت في وقت من الوقت كنت قريب من الاسبيرونس غالي. لا لا الاسبيرونس كانت في لا كانت كي كنت ريت كي كنت نكور في ابول نيكوزيا في شيبرا، اي قبل الكلوب، قبل الكلوب اي. اي كنت كي كنت نكور في ابول نيكوزيا في شيبرا اي كلموني الاسبيرونس يريك، ومن بعد يوسف خرج من بعد كوب دي موند يوسف مساكني خرج كلموني قالوا لي ايجا اما قبل كنت نكور في الشامبيونز ليج في الاوروب في مكنيك ابول نيكوزيا، ووصلنا معناتها حتى الكارد فينال نتاع خرجنا معناتها وصلنا للبعيد، كنت نكور في الشامبيونز ليج في الاوروب، قلت اخويا معلش نكذب الروح معناتها النقط في اوروب خير معناتها فهمتني. بعد ما صارش حتى كونتاكت مع الاسبيرون صح؟ لا بعد لا بعد لا بيت تجيني جوست باش عندي اسئله نتاع العباد بعثوهم لك جوست باش تعرض لانس اللايف خاطر عندنا حق في الساعه كهو ديجا كملناها. اوكي.